Okay, hi everybody. I've got a grammar lesson for you today. That is the all conditionals. I'm excited to share this grammar with you. It is really, the structure of this grammar is really clear and very simple. So if you're ready, let's get started. طبعاً بالمناسبة طلبوا من عندنا الطلاب بس ما نحكي بس للإنجليزي باعتبار إحنا نسوي دروس للمتميزين أو ثانويات المتميزين، لكن حتى أحبابنا وطلابنا البقية يستفادون، فلذلك نحاول نحكي يعني نوعا ما بالعربي. فأوكي إحنا دا نحكي اليوم على موضوع كلش مهم اللي هو الـ if conditionals all. if conditional اللي هي اذا السببيه او الشرطيه بانواعها الزيرو conditional الصفريه الفيرست conditional وهنا اقول first conditional يعني ما يصير اعتبرها هاي الاولى لا هاي الصفريه وهاي تعتبر first conditional وال second conditional هاي تعتبر الثانيه second conditional والثالثه هي third conditional إذن zero, first, second, وthird conditional كل وحدة راح نشرح لكم إياها in details as we can إذا نقدر إن شاء الله نحب ننوه إنه all conditionals we use them to express what happened next what would happen what the action what is the next step يعني دائما الكونديشنال احنا بصوره عامه ليش نستخدمها؟ طبعا هو موضوع كلش مهم، نستخدمها بكل يعني مفاصل الحياه شلون تقدر تعبر. الكونديشنال بصوره عامه دا احكي عليها بصوره عامه. الاف كونديشنال تكونسيست اوف تو كلوزز تتكون من جملتين. جملتين تكون. الاف بالبدايه في جملة الإف راح تكون if close و comma لاحظ هنا الكما وبعدين عندي المين close طبعا احنا اعتدنا على هاي الخيار طماطة رقي فعادي ماشيين مشو اوكي main close اللي عندي a result close يكون النتيجة يعني هذا خلينا نقول جملة جواب الشرط فعل الشرط وجواب الشرط زين كل هاي الجملة تعتمد على هاي الجملة. اوكي؟ زين. او ممكن تجينا بهيجي طريقة، يكون الاف بالوسط. بحالة الاف يكون بالوسط، معناها المين كلوز اجى بالبداية، باع ماماتي؟ المين كلوز يكون بالبداية. مين كلوز اف بعد ما عندي كما، اف مكانها، وعندي الاف كلوز، يعني دائما الاف كلوز يعني الاف والكلوز مالته هاي الجمله ما تنفصل نهائيا فكانما خلينا هاي هنا بالبدايه بس بعدين كلها راح نستفاد منها ونعرف بالتفاصيل بس احنا بصوره عامه نحكي. طبعا هذا الموضوع بالمناسبه نسيت انوه انه هو للسادس اعدادي وللخامس ايضا. السادس اعدادي باليونت الثالث باللسن الثاني واللسن الثالث واللسن السادس اي اللسن السادس و ايضا باليونت الرابع يعاد ويعاد باليونت السادس ويعاد باليونت الثامن ايضا بالخامس اعدادي موجود عندي الزيرو الفيرست والسكند فممكن المرحلتين يستفادون من هذا الموضوع نبدي نيجي على الزيرو كونديشنال. الزيرو كونديشنال مثل ما عودناكم first of all we have in a sentence of examples ناخذ examples عليها وبعدين نروح على concept use or usage وبعدين formulation او form او rule مالتها فنبدي بالجمل الاولى if you heat water it boils. If you تبوياي if you heat water it
boils. إذا سخنا الماء يغلي حقيقة. If I get sick, I go to the doctor. تحصيل حاصل، إذا مرضت أروح لمن؟ للطبيب. هنا تشوفون الإف جتني بالوسط. Plants die. Plants plural. Die. تذبل تموت النباتات. If you don't. هنا عندنا negative form. Negative form. هنا affirmative. هنا negative. نفي هنا. Don't water. طبعا بالمناسبة الwater هنا معناها يسقي. Verb. Water them. إذن تموت الأشجار أو النباتات اللي نسقيها. شنو بده يصير عندنا هنا؟ نشتق من هذا الموضوع أو نشتق من هذا الـ الأمثلة السابقة، نجي على الكونسبت أو اليوز. When, how can we use them? Why do we use them? ليش نستخدمهم؟ We use them to express habits. عادات، أشياء معتادين عليها. Facts، حقائق. غليان الماء، النباتات من تموت. Truth، حقائق. يعني نقول حقائق يعني everybody knows. يعني خلينا نقول 100% صحيح. I'm percent true. Something true. إذن حقيقة. إذا فلان شيء يصير، إذن هذا يعني شيء معتمد على شيء. أوكي؟ هسا نجي على الفورميليشن أو الفورم مالتها ونبدي. شلون إحنا على أي أساس هنا استخدمنا بيس، بينما هنا استخدمنا third person singular، استخدمنا الاس. ليش هنا استخدمنا don't وهكذا. الزيرو كونديشنال بما انه هي تشرح او تحكي عن facts حقائق، ف the tense that express facts is the present simple tense. اذا ليش بالذات استخدمنا present simple هنا؟ لان هي تعبر عن الحقائق، والحقائق ما نقدر نعبر عليها الا بالبريزنت سمبل تنس، المضارع البسيط. اذا هنا عندنا هنا المضارع البسيط. طبعا هاي الحاله الوحيده اللي تكون الاف كلوز والمين كلوز، يعني الجملتين هي نفس الزمن، نفس الزمن. لذلك هاي القاعده راح اشرحها هنا هي ذا سيم، يعني نفس الشيء هنا تطبق نفس الشيء. اوكي، اجي هنا أني أشتغل هنا طبعاً على الأفعال. كلش مهم إنه إحنا شغلنا بكل الكونديشنال نشتغل على الأفعال، فكلش مهم ننتبه على الأفعال، على تصاريفها، على المفرد، الجمع بحالة الزيرو والفيرست بالذات. أوكي، هسا أجي هنا على الفيرب. الفيرب إذا عندي قبله سبجكت سينجولا، إذا قبله فاعل مفرد، الفعل إيش ياخذ؟ أس الشخص الثالث. ياخذ اس الشخص الثالث، طبعا يعتمد ممكن بس اس، ممكن اي اس، ممكن اي اي اس، حسب عرفون الفعل. هاي بالمثبت، يعني هنا شفناها باعوا ات، هذا ما دام مفرد اذا ايش اخذ؟ اخذ اس. بينما اذا الفاعل جمع، هنا اذا الفاعل جمع مثل تعرفون، طبعا احنا نقول الفاعل مفرد تعرفون يعني شي هي ات او اي فاعل مفرد، بينما اذا جمع I طبعا يعتبر I ها جمع، I you أيضا جمع، they we أو أي فاعل جمع يعني بيس. هذا الفعل اللي يجي وراه هنا إذا الفاعل جمع، الفعل يجي وراه يكون مجرد infinitive، bare infinitive. فلاحظوا هنا الجملة if you، هذا فاعل جمع، لذلك الفعل شي جي مجرد، بينما هنا شنو؟ فاعل مفرد، الفعل ايش أخذ؟ S. نفس الحالة هنا if I، هذا فاعل جمع، الفعل مجرد، هنا أيضا جمع، الفعل مجرد، مو؟ نفس الشيء هنا، هذا جمع، إذن الفعل إيش كان؟ مجرد. زين، إذن هسه عرفنا بالأفيرماتيف، المفرد ياخذ إس والجمع يكون مجرد. أما لا، إجاني الفعل بهيش حالة، إجاني الفعل نوت وفيرب.
نعطيك not وverb يعني negative. Not verb negative. هيك يجي بالوزاري بالذات. هاي الحالة الفاعل المفرد إذا هنا مفرد فنخلي هنا doesn't والفعل النزلة كما هو مجرد. باعوا doesn't plus base مجرد. أما إذا هنا الفاعل جمع فالفعل يكون don't ونخلي مجرد ينزل عفو don't ومجرد يعني نخلي قبل الفعل don't والفعل النزلة نفسه مجرد وهنا لاحظتوا باعوا plus I if you now ما دام عندي جمع إذا نخليه don't والفعل نفسه نزل مجرد أوكي هسه أما هسه أرجع أعيدها مرة لأخ للتأكيد المفرد الفاعل المفرد بالمثبت الفاعل المفرد الفعل أخليه لأس الفعل الفاعل الجمع الفعل يكون مجرد النفي الفاعل المفرد الفعل أخليه له doesn't ومجرد الجمع فاعل الجمع بالنفي don't مجرد هسه نحل مثال هنا أيضا عندنا مثال هنا لكن أكو ملاحظة أيضا مهمة أني إذا أشوف الفعل verb to be بين قوسين تعبروا الفعل الرئيسي هنا خلوه بين قوسين قال لك سوي لي إياه بال هسه نشوف إحنا الجمل أيضا عندنا واحدة من الجمل هاي عندنا هنا البي إذا I قبله أخلي أحوله إلى am أحوله إلى am إذا مفرد عندي هي شيء أخليه is هو يتحول إلى is الجمع إذا عندي فاعل جمع البي يتحول إلى آر بالنفي ما أقدر أخلي doesn't to don't لا نهائيا أخلي I'm not الآن إذا I I'm not المفرد أخلي is not أو isn't والجمع and are not أو and ماشي عيني ناخذ المثال if you close your eyes if you close your eyes it be easier to relax هنا قال لك سوي لياها zero conditional اريدها zero طبعا هسه بعدين انا اقول لكم على طرق السؤال zero conditional اباوع هنا بما انه اعرف انه منطيني هم حدد لي zero conditional واعرف القاعده اصلا اني اذا بهاي الحاله راح ابدي if you ايش عندي جمع إذا جمع إذا الفاعل جمع الفعل شي يكون مجرد إذا رأسا بس أقول close نفس الفعل نزلت انتهيت منه هاكو داعي حتى أعيد الجملة أو إذا أريد أعيدها if you close your eyes أرجع المن أرجع إلى الفعل الآخر it تشوفون هنا كما it شو عندي إيش عندي مفرد إذا ما دام عندي مفرد وعلي وين راح أروح ها البيش قلنا عليه شو يصير البي يصير هنا is لأن verb to be قلنا بالمفرد راح أو الفاعل المفرد يكون is فراح تكون جملتنا if you close your eyes it is easier to relax أو أقدر أقول أني يعني ممكن تجيني هيك الجملة مو أني حولها بس ممكن تجيني هيك الجملة It is easier to relax if you close your eyes أوكي هذا كل ما يتعلق بالpresent العفو كل ما يتعلق بالzero condition أوكي Hi guys after we have already explained zero conditional In the previous video, we are moving on to explain the first conditional. The first conditional, not second. يعني خطأ نقول هذا الحالة الثانية خطأ. Zero, first conditional. Okay. As usual, we have to explain the main form of the if conditional. نشرح مرة لاخر نقول هي منين تتكون if كن بالبداية ممكن
if close, comma, main close أو result close. مثل ما قلنا من جملتين two sentence. بعد ما شرحنا الزيرو conditional راح نيجي على الفيرست conditional. First conditional نعتبرها الحالة الأولى وأركز الحالة الأولى لأن أكو أخطاء تصير سأفهمكم عليها. زين. And in a sentence, if I see her tomorrow, I'll see her. I'll see her. طبعا I will أو نقدر نقول I'll وغالبا it is not familiar to say I will. It is better to say I'll in a spoken form. يعني غالبا يستخدمون ال contraction I'll. Okay. I won't let them in. Let them won't. Will not. If لاحظوا الإف وين جاي هنا بالوسط معناها ناش عندي معناها عندي هنا main close وهنا الإف close يعني الجملة الأولى أصلا هاي زين if they are لاحظ هنا ايش عندي تبي ايش عندي هنا عندي فاعل جمع فال A صارت عندي هنا أصلها هي شنو B صارت A يعني هاي أصلها شنو B late again. إذن I won't let them in if they are late again. If إحنا مثل ما قلنا العفو we can switch the clauses نقدر نغيرهم يعني إذا إجاني كلش عادي إذا إجاني if تعرفون شلون تحلون هالجملة وإذا إجاني بالوسط أيضا تعرفون شلون تحلوا هالجملة أوكي أو ممكن بالتعبير بالحكي. If anything changes, anything هنا singular طبعا مفرد anything. If anything changes, we will let you know. Okay? Let. Base. إذن شو نستخلص بعد ما شفنا الأمثلة نجي على الـ usage أو الـ concept. When do we use the first conditional? شو كنت نستخدمهم؟ We use them to express that something is true in the future, likely to happen in the future. There is a chance. Maybe prediction for the future. إذن نقدر نستخدم the first conditional من نريد إنه ممكن حدوثها بالمستقبل. من الحاضر نبني على المستقبل. بالحاضر نبني على المستقبل. فلذلك من قلنا الحاضر للمستقبل يعني ممكن حدوثه يعني أكو خلينا نقول high probability. اللي هي نكون اكو احتمالية كبيرة انه يحدث بالمستقبل يعني فلذلك هنا راح نستخدم بالمين كلو بالإف كلوز لـ present simple بينما بالمين كلوز او الريزلت كلوز راح نستخدم فيوتشر سمبل بس قبل ما احكي القاعدة تذكرون بمن شرحنا الزيرو كونديشنال قلنا بما انه هي حقائق فبالاف الشرطيه بالاف كلوز الاولى الجمله الاولى نستخدم مضارع بسيط بريزنت سمبل وايضا الجمله الثانيه نستخدم بريزنت سمبل لان تحكي عن حقائق لكن بالفيرست كونديشنال شوف هنا اول جمله الاف نقولها اف كلوز نستخدم بريزنت سمبل بينما بما انه شيء متعلق بالمستقبل اذا شيء ممكن حدوث المستقبل هنا دخل المستقبل وين بالجمله الثانيه لكن يا مستقبل بالذات لفيوتشر سمبل زين قبل لا ابدي بالتفاصيل انوه على هاي الشغله بالفيرست كونديشنال بالفيرست كونديشنال استخدم بريزنت سمبل مضارع بسيط وهنا لفيوتشر سمبل من اقول لفيوتشر سمبل
كقاعدة عامة أوكي غالباً يستخدمون الفيوتشر سيمبل اللي هو will أو won't، لكن بحالات خاصة إن خلينا نقول in special situation we can use instead of will in a future simple we can use going to present continuous should imperative could may might and so on. إذا أكو حالات خاصة للإف الشرطية الـ first conditional نقدر نستبدل الجملة الثانية يعني جملة المين كلوز بوحدة من هاي الأزمنة أو القواعد. هاي أحاول أشرح لكم إياها خلينا نقول فيديو خاص حتى ما تخربطون بهاي الأشياء، وأيضا بالمناسبة هي موجودة بالأكتيفيتي بوك بكتاب السادس، يعني يفترض أنه واحد ينتبه عليها. على كل نرجع هنا الإف الشرطية الإف كونديشنال اللي هي الفيرست، نرجع ونقول present simple مثل ما شرحنا بالأفيرماتيف المثبت إذا جاني الفعل بين قوسين مثبت فعل بين قوسين verb إذا قبل الفاعل مفرد subject singular الفعل يأخذ S، اتفقنا من الفيديو القبل اللي شرحنا. أما إذا الفاعل جمع plural أو subject plural الفعل يبقى مجرد، يعني مثل ما هو ينزل مثل ما موجود عندي ينزل الفعل بدون أي إضافة. أما بالنيجاتيف يعني إذا جاءني هيك الشكل هيك الشكل بين قوسين يجيني not أو verb ممكن بي slash أو بدون slash not وverb not والفعل، هاي الحالة إذا الفاعل مفرد قبله أخلي doesn't من عندي أني أخلي doesn't ونزل الفعل كما هو مجرد okay. أما إذا الفاعل هنا جمع فأخلي من عندي don't and فيها don't وأيضا الفعل ينزل كما هو ماشي. وإحنا أيضا نوهنا إنه إذا عندي الفعل بي بالفيديو السابق الفعل بي كمين verb اتفقنا إحنا الآي إذا آي يأخذ آم يكون آم هو يتحول إلى آم، إذا فاعل مفرد قبله يتحول إلى إز، وإذا فاعل جمع قبله يتحول إلى آ، والنفي واضح I'm not is not و are not أو aren't. زين we have to take some example قبلها قبل لا عفو عندي أيضا وين نجي هنا سخلصت من present simple نجي على future simple. لfuture simple subject سهاب بنا ما يهمني مفرد أو جمع طبعا بالmain clause بالfuture simple ما يهمني مفرد أو جمع لأن الموديل ما يهمه هنا الموديل الwall أو ما يهمه يأخذ مفرد أو جمع نجي وين مفرد والsingular and plural subject فاعل plus راح أخذ will هنا will أو all double L ممكن construction مالت الاختصار أو ممكن أخذ can ممكن may أيضا طبعا حسب معنى الجملة بس هو غالبا will plus base verb يعني هذول وراهم يكون base verb فعل مجرد ينزل الفعل كما هو. أما بال إذا إجان الفعل هاي بحالة شنو إجان الفعل verb مثبت يعني هاي خلينا نقول affirmative مثبت، لكن إذا إجان هنا ماماتي negative not verb راح يكون ال won't أو will not won't cannot أو can't plus base verb الفعل أيضا ينزل كما هو. أتمنى تكون القاعدة تفصيلياً شرحت لكم إياها. قبل ما أبدي بالأمثلة أحب أنوه إلى النفي مال الـ if not وفي negate if we can use unless إذن ما أقدر أقول if not أقول unless أنا أريد أنفي ما لم معناها ما لم خلي نكون يعني واضحين إنه unless ممكن تجيني بكل حالات الconditional لكن بالسادس إعدادي بالذات
نخليها وي الفيرست كونديشنال حتى تكونوا يعني تاخذ قاعده الفيرست كونديشنال الحاله الاولى، خلوها ببالكم يعني نفس القاعده تمشوا وي هاي القاعده بالضبط بالضبط. يعني unless راح تكون ايضا هنا present simple وهنا future simple مع فرق بسيط انه ال unless دائما الجملة وراها يعني قصدي هي جملة ال unless هنا لازم تجي مثبتة ما يصير تجي منفية. ليش؟ يعني هي اصلا منفية. اذا هنا تكون ال unless يعني جملة ال unless خلينا نكون حتى يعني كقاعدة خليكم حتى ما تنسوها يعني ال unless شوفوا هنا ال unless شو راح تكون ال unless نفس الحالة راح تكون هنا وراها باعوا وراها نفس الحالة present simple مو لكن هنا لازم ما يكون بس affirmative هنا بس مثبت يعني ما يصير يجي وراها نفي بينما هي future simple هنا نفس الحالة هم future simple نفس القاعدة لكن هنا ممكن يجي affirmative مثبت أو negative يعني ممكن هنا يجيني will أو won't كلش عادي لكن هنا لا ما يصير هنا ما يصير ماشي؟ أوكي هسه أخذ جملتين طبعا أنا يعني من إن شاء الله أكمل الفيديوهات هاي كلها أكمل ال if conditionals كلها راح أسوي لكم مجموعة أحل لكم مجموعة من الأسئلة الوزارية كلهم يعني خاصة بهم يعني بهذول الكنديشنال اللي هو zero first or second conditional including unless حتى unless زين أخذ جملة طبعا إحنا لأن شوية الوقت والصبورة فما أقدر كل شيء لازم أو أعطي أكثر يعني أمثلة يعني if anyone طبعا طرق السؤال بالمناسبة قبل لا أبدي بها أيضا هاي أكثر من مرة دا أقول قبل لا أبدي بها طرق السؤال بالنسبة للconditionals تيجي أما match بالوزاري أما match أما selection choices أما instruction يعني يقول لك zero conditional أما correct يحلك جملة ويقول لك الجملة لا correct وممكن complete اكمل انت تكمل جملة يعطيك واحد من ال if close يقول لك سوي لي المين كلوز اوكي زين is there something wrong no اوكي زين نجي على if anyone هنا singular anyone need advice I be here tomorrow. B. هاي البي إذا إجت هنا تكون هيك قاعدتها. هاي البي إذا إجت هنا بالإف كلوز بهاي الجملة تكون قاعدتها هيك. لكن إذا إجت بالجملة الأخ بالمين كلوز الجملة الثانية بعد الإف خلوها ببالكم. بعد الإف راح تكون will be or won't be ها خلوها ببالكم يعني في اي فعل في يعني فعل مثل بقيه الافعال فنجي if anyone if anyone need advice I be here tomorrow طبعا غالبا الفيرست كونديشن اللي جو ياهم future adverbials يجي وياها keywords in future يعني يجي tomorrow next يعني هاي هم نقدر نميزها عن غيرها أبدي أحد طبعا أنا هنا محددة first conditional أقول قاعدتي موجودة قدامي if anyone هذا فاعل مفرد فلذلك إيش قلنا على الفاعل المفرد شو نخلي لأس need إيش راح يصير needs ماكو داعي نعيد القاعدة كل هذا بالوزاري فقط الأفعال needs خليه كما خليت needs I هنا باعوا هنا ما دام هاي الجهة إذن على هاي القاعدة فقط تصير
will be أو I'll be. خلاص أجي على الـ unless، يعني أقولكم أقطيكم جملة على الـ unless هي if not. يعني طبعا هي شنو معناها unless؟ ما لم مثلا أعطيكم جملة unless you study you won't pass you won't get high mark or full mark. ما لم تفعل هذا لن يكون ما لم بينه، يعني شيء معتمد على شيء. unless you اليوش عندي يوش قلنا عليها negative صح؟ إذا اليو راح تعتبر sorry not negative، اليو معناها plural plural جمع، فما دام جمع الفعل يبقى كما هو، إذا رجعتها save money. ما لم تدخر أو توفر أموال فلوس سيف باعوا فقط كما هي. يو أيضا ما يهمني هسه مفرد وجمع هنا. يو نوت بي ايبل تو باي ا كار، ما راح تقدر تشتري سيارة. نوت بي ايش قلنا هنا عن نوت بي؟ نوت فيرب، نوت فيرب شي يجي باعوا ايش راح يجي؟ تبولي راح يصير won't، وانا اخليها ممكن هنا اذا تشوفوها won't will be كما هي تنزل won't be. فلاحظتوا هنا مثبت يجيب وهنا ممكن نفي او حسب الجملة ممكن مثبت. بعد ما ان شاء الله نكون فدناكم وبتفاصيل شرحنا الفيرست conditional ان شاء الله راح نشرح بالفيديو الاخ السكند كونديشنال. باي.